مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. التحول الرقمي من ابرز الملفات التي طرحتها الحكومه لعام 2018 والتي تهدف بها لتقديم خدمات متميزه للمواطنين من خلال معاملات الكترونيه اصبح العالم باكمله يدور من خلالها. على مصر ان تلحق بهذا الركب العالمي تسهيلا لها في الكثير من الامور الحياتيه اليوميه وايضا في محاولة لوضع خارطة بيانات متكاملة للمجتمع المصري تساهم في القضاء على الفساد وتطور من منظومة العمل بشكل متكامل. ما هو طبيعة الانعكاس الذي يسببه هذا التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في المجتمع المصري؟ وما هي الخيرات التي يجنيها المجتمع من هذا التحول؟ وهل هناك فاتورة يدفعها المجتمع في المقابل للتحول الرقمي؟ الكثير من الأسئلة نطرحها في حلقة اليوم من همزة وصل ونحاول الإجابة على السؤال كيف ينعكس التحول الرقمي للحكومة على النمو الاقتصادي. هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي في الإجابة عليه من خلال المشاركة بآرائكم. نحن في انتظار هذه الآراء لنطرحها وأيضا نحللها مع المتخصصين. دعونا نبدأ الحلقة كالعادة من خلال التقرير التالي. التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي وأحد دعائم التنمية الاقتصادية وإقامة مجتمعات جاذبة للاستثمار. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات الباحثين في المجالات التكنولوجية ودعم شركات التقدم التكنولوجي لبناء الاقتصاد والمجتمعات الداعمة. كما أكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا أوروبا في العاصمة النمساوية أن التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تمثل بوابة ذهبية لتحقيق هدف النمو الاقتصادي وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمار من خلال توفير فرص عمل استنادا إلى عوائد الابتكار والتجديد. السيسي أشار إلى أن مصر قطعت مشوارا ملموسا في طريق التحول الرقمي إيمانا منها بأهميته، مؤكدا أن مصر عمدت إلى وضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية وتعزيز التجارة والاستثمار والتوظيف وتوطين التكنولوجيات في مختلف المحافظات المصرية من خلال عدة مشروعات وعلى رأسها منصة تقديم وتبادل الخدمات الحكومية وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن ونظام تسجيل المواليد والوفيات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات أهمها مبادرة المعامل التكنولوجية ومبادرة تصميم وتصنيع الإلكترونيات محليا ورقمنة المحتوى الثقافي المصري، فضلا عن خطة طموحة للمدفوعات الرقمية لتحقيق قدر أعلى من الشمول المالي. كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكين أبنائنا من ذوي الاحتياجات من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات الحديثة والمشاركة فيها. عرض التقرير مجموعة كبيرة من الأهداف التي يرغب التحول الرقمي أو خطة التحول الرقمي في تحقيقها في الفترة القادمة في مصر. ماذا عن هذه الأهداف؟ كيف ترونها؟ وما الذي تأملونه أيضا من عملية التحول الرقمي؟ دعونا نطلع على أهم الآراء التي طرحتموها حتى الآن على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك. نبدأ بناهد عبد الفتاح. السلام عليكم. لتجني الحكومة ثمار التحول الرقمي لابد من إنشاء صندوق بكل وزارة لتمويل التحول الرقمي بعد إعدادات الموازنة وطرق توفير الموارد له، وإنشاء إدارة التحول الرقمي بكل وزارة بها قادة لعملية كيفية أو لإدارة كيفية تحويل البيانات لطرقات إلكترونية، ويفضل ندب دكاترة من الجامعات والمعاهد ومتخصصين.
أيضا أن يأخذ التحول الرقمي شكل هرمي من بداية الوزارات لنهاية بحكومة إلكترونية في وقت واحد وندب متخصص بكل إدارة لتدريب العاملين، سن القوانين التي تزلل عقبات في هذا المجال، والاستعانة بالمتخصصين من مصريين ومن الخارج لتوفير عنصر الخبرة، تحويل التعليم لخدمة هذا التحول، تحويل الكتب في التعليم لكتب لوسائل إلكترونية أو وسائل إلكترونية يعني، ابتكار طريقة لتداول الجرائد والمجلات الورقية لأكثر من جريدة ورقية مع إضافة بعض البرامج التعليمية، دعم الأسواق الإلكترونية، وأيضا حتى نلحق بالدول المتقدمة في هذا المجال لابد من أن يكتمل النظام وأن نوفر الموارد المادية والتقنية اللازمة التي تعوق تطبيقه. أعتقد أنها قدمت محاولة متكاملة من وجهة نظري ومن وجهة ما أقرأه أيضا لكيف تتم عملية التحول الرقمي. شكرا ناهد. أما أيمن رمضان الأنصاري فيرى أنه سوف ينعكس التحول الرقمي للحكومة على النمو الاقتصادي وتقدم الاقتصاد القومي في عصر العمولمة والتعاملات عن قرب، وأصبح التحول الرقمي من ورقي إلكتروني لمصلحة الوطن بالتأكيد. جابر خلف، التحول الرقمي أمر حتمي ضروري لمسيرة الرغبة في العمل على الشمول المالي بالتأكيد يا أستاذ جابر، وأصبح نمط عالمي، العالم كله يتعامل من خلال الاستخدام الرقمي في المدفوعات المتحصلات المالية، ومصر مضت في هذا المشوار في معظم الخدمات الحكومية، تم الانتهاء من قبول الشيكات الحكومية في التعامل المالي والتجاري ويسرد في هذا الاتجاه. نكمل الآراء. محمد العرايشي، التحول الرقمي لغة العصر، فجميع المعاملات حاليا في أوروبا والعالم تتم عبر الهواتف المحمولة، فهي طريقة سهلة وغير مكلفة تساعد على النمو الاقتصادي، والإمارات العربية تحتل المرتبة الأولى في التحول الرقمي، ويسعى ماكنزي لتطبيقها 100% في مصر والبحرين والسعودية، خطوة لمواكبة التطور. أشكركم جميعا على هذه الآراء التي تصب في محتوى هذه الحلقة وتعكس الاهتمام بشكل عام بضرورة وفعالية عملية التحول الرقمي. دعونا نبدأ الحوار مع ضيوفنا عبر الهاتف. معنا في بداية الحوار الأستاذ شريف عبد الباقي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التكنولوجي. أهلا بك يا أستاذ شريف. أهلا بك. أهلا بك. لما نتكلم عن عملية التحول الرقمي عايزين نعرف في هذه المرحلة الاقتصادية الهامة اللي بتمر بيها مصر، إيه هي الأهمية اللي بتحتمها وجود عملية التحول الرقمي؟ أعتقد سياسة التحول الرقمي أو التوجه نحو مجتمع رقمي بقت سياسة دولة مش سياسة وزارة أو حكومة، لأن السيد رئيس الجمهورية بيحس على هذا التحول، بيشهد الاجتماع السنوي لمجتمع المعلومات في مصر كايرو اي سي تي، كل سنة بيبقى فيه قرارات تمس هذا التحول. عندنا المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية اللي هي العامل الأساسي في أي معاملة إلكترونية، البنك المركزي بيتحمل وبتحمس لعملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات، كل وزارة أصبح عندها سياسة وعندها خطة لكيفية التحول من الطريقة النمطية التقليدية للخدمة أو الوظيفة. كل وزارة أو كل هيئة أصبح لديها خطة في هذا الإطار، أم أنها خطة متكاملة يا أستاذ شريف؟ هي في خطة حكومة، خطة الحكومة بينبثق منها خطط نوعية لكل جهة ولكل وزارة. الخطوط الرئيسية موجودة، كل واحد بياخد خطته، الشباب والرياضة عنده خطته، طبعا وزارة التخطيط هي الأساس، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بتوفر البنية التحتية والأدوات الاستخدام، وزارة المالية هكذا، كل الوحدات المحلية أو وحدات الدفع أو الوحدات المالية في كل الحكومة أيا كانت الوزارة بقى ليها سيستم معين، يقدر النهاردة وزير المالية في أي لحظة يقدر يعمل ميزانية لحظية للدولة، مدخلات ومخرجات أو مدفوعات ومقبوضات، كل ده بيعود على المواطن في صورة خدمات. النهاردة وزارة الصحة إذا كانت من خلال مبادراتها بتقدر أي حد بيسجل عن طريق المواقع بيقدر يعرف المعلومة، بيقدر يبقى فيه ياخد قرار علاج عن بعد. عندنا في مثلا وزارة الشباب والرياضة حتى الرحلات والمصيف والمعسكرات
ما فيش حد بيتقدم باستمرار، بيخشوا على موقع وزارة الشباب والرياضة. إذن إحنا أمام منظومة بدأت تأخذ مسارها بشكل حقيقي في مصر. طب اسمح لي أنتقل بالحوار لدكتور علي الإدريسي، على أن تبقى معي أستاذ شريف لنكمل الحوار سويا. دكتور علي الإدريسي أهلا بك. دكتور علي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور علي. دكتور علي، لما نتكلم عن هذه الخطوة لازم نعرف مدى جاهزيتنا لتقديمها، أنها تكون خطوة متكاملة نحن قادرين بالفعل على التفاعل معها وتقديمها بالصورة المقبولة. ما مدى جاهزيتنا كمجتمع وبنية تحتية لتقديم هذه الخدمة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول أن احنا علشان يبقى فعلا في مصر في تحول رقمي لازم يبقى فيه عندي ثلاث محددات أساسية أقدر أن أنا أتعامل معها. رقم واحد أن يكون في استراتيجية واضحة يتم العمل عليها، وده يمكن تم الإعلان عنه يمكن في مايو 2018، فكرة أن احنا نتبنى استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي في مصر لاكتمال هذا التحول بشكل كبير جدا في كافة مؤسسات الدولة في عام 2025، مع وعد من وزارة الاتصالات على أن في نهاية 2020 بإذن الله يكون ظهرت ملامح واضحة لهذا التحول. ويمكن في خطوات جدية ابتدت تاخدها كثير من الوزارات والهيئات وخلافها. يبقى جزء مرتبط بالاستراتيجية، جزء الآخر مرتبط بالعمالة وإزاي العمالة تكون مهيئة ويكون في تطوير وتدريب للدخول في عملية التحول الرقمي، وإزاي أن يبقى مقدم الخدمة عنده الوعي كامل وأيضا مستقبلها. وبالنسبة للمستقبل أو المواطن، الموضوع مش مرتبط بشكل كبير بأن أنا يعني أبتدي من دلوقتي أن أنا أدرب أو أعلم أو أوضح للمواطنين فقط، ولكن أيضا الموضوع يمكن بيبدأ من طلاب المدارس بشكل. الجزء الثالث وهو الثقافة والانفتاح، وإزاي أن الثقافة ووعي المواطنين قد يساعد على سرعة التحول الرقمي أو قد يعوقها. فدي يمكن من محدد الفئة. فكرة التحول الرقمي على مستوى العالم ودعمها للاقتصاد واحد دلوقتي من أهم العوامل اللي العالم كله بيتحرك عليها. خلينا نقول إن احنا يمكن بدأنا متأخرين شوية، لأن في تجارب سبقتنا بشكل كبير جدا. وحتى لما بنبص على الدول الخليجية هنلاقي ان كتير من دول الخليج ابتدت تسبقنا في مستويات الشمول المالي ومستويات التحول الرقمي. احنا يمكن تأخرنا بعض الشيء طبعا نتيجة ظروف احنا مرينا بيها من عدم استقرار سياسي وخلافه، لكن احنا نبدأ، احنا عندنا القدرات، عندنا الامكانيات بشكل كبير جدا، لكن ينقصنا ان احنا يبقى عندنا بنية تحتية رقمية بشكل افضل. محتاجين ان احنا الفترة الجاية يبقى عندنا مراكز معلومات وبيانات بشكل افضل. عملية ميكنة الخدمات الحكومية واحدة من الخطوات اللي الدولة بدأت تتحرك فيها يمكن بجهد طيب، وده واضح حتى لما بنتكلم عن وزارة المالية زي ان هي بتبتدي تنشر عديد من المعلومات والبيانات على الويب سايت الخاص بيها، زي ان دلوقتي في تحرك لتقديم بعض الخدمات عبر الويب سايت او عن طريق التطبيقات الخاصه بالحكومه. ولكن محتاجين اعتقد جهد اكثر من كده الفتره اللي جايه، لان قطاع الاتصالات بشكل عام واحد من اهم قطاعات في النشاط الاقتصادي، وقدر ان هو يحقق نجاحات الفتره الماضية بشكل كبير جدا. طيب على ذكر حضرتك يا دكتور علي لقطاع الاتصالات، على أنه قطاع فاعل في هذه المرحلة ومؤثر في عملية تدريب واسعة بتقوم بها الحكومة دلوقتي، أنها تفرز جيل جديد مختلف في عملية استخدام وسائل الاتصال أو تكنولوجيا الاتصالات لنكون أكثر وضوحا. من وجهة نظرك ده سيكون مؤثر بأي قدر في هذه الفترة في سرعة عملية التحول الرقمي اللي احنا بننشدها؟ أكيد ده هيكون مؤثر. عملية التدريب والتطوير دي بشكل كبير جدا واحدة من أهم العوامل اللي الدولة بتحاول تتحرك عليها، وأعتقد إن احنا محتاجين يبقى في استهداف لأعداد أكبر بشكل مستمر، بحيث إن أنا أقدر يعني أحول الجهاز الإداري برمته للتحول الرقمي يكون مهيئ بشكل كبير جدا. احنا للأسف الشديد ساعات احنا كمواطنين
بنصطدم ان مقدم الخدمه من بعض موظفي الجهاز الاداري ما عندوش الدرايه الكافيه بالتعامل. وهي دي المشكله الاكثر يعني إلاما في هذه المرحله، هي عمليه التاهيل للتعامل مع التكنولوجيا الرقميه. طب اسمح لي استاذ دكتور علي ان انا اعود بالحوار لاستاذ شريف عبد الباقي كاتب الصحفي المتخصص في الشان التكنولوجيا، لان اعود اليك مره اخرى. استاذ شريف، هل انت معي؟ معاكي. فكرة تسهيل أو تيسير المهمة في المصالح الحكومية المختلفة على العاملين في أن يتعامل مع عملية التحول الرقمي، بتراها إزاي؟ بترى آلية تطبيقها بشكل حقيقي إزاي حتى تكون ميسرة على هذا المواطن اللي بيتعامل مع تكنولوجيا جديدة؟ عملية التحول مش مجرد بنية أساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات، لا، هو مناخ عمل متكامل. نعم. يعني حتى شكل المكتب التقليدي لازم يتغير، دورة العمل بتتغير، الموظف نفسه بيتم تهيئته لأداء وظيفة هي بس بطريقة جديدة. والأهم من ده كله إن المواطن بيبقى بيتغير عشان يقدر يستخدم أو يحصل على الخدمة بطريقة جديدة، بعد ما كان بيجهز ورق، بعد ما كان بيبقى في ايده ملف، بدل ما بيدور على مواصله بدا يدور على جهاز موبايل او جهاز كمبيوتر وشبكه انترنت وابلكيشن عشان يقدر يتعامل من خلاله. بدل ما كان حتى كبار السن بدل ما بيروح مكتب البريد عشان ياخد المعاش الشهري بتاعه، بدا ياخد كارت مقبوضات بيقبض بيه فلوسه، تحول بشريحه الكترونيه بقى كارت دفع كمان، يعني ممكن ما ياخدش الفلوس بطريقه اليه، لا ده كمان ممكن يؤدي خدماته ويدفع اللي عليه من خلال هذا الكارت. ده كله بيبقى في اطار منظومه متكامله لازم يتكامل مع بقيه شبكات الدفع والقبض الالكتروني. يعني المنظومه ما هياش بنيه تحتيه بس، لا ده كمان المواطن والموظف ومؤدي الخدمه كلهم بيتغيروا للشكل الجديد. طبعا ده بينتج عنه المقولة الشهيرة، فصل مقدم الخدمة عن مستقبلها أو المستفيد منها، اللي هو منع الفساد. لأن أنا النهاردة لما أجي أروح لأي جهة حكومية ما بقابلش حد يطلب مني حاجة. هو أنا بخش على السيستم بيقول لي، بيسألني أسئلة، بيطلب مني طلبات، بيتأكد من صحة البيانات اللي بقولها، بيقول لي خدمتك أهي، ادفع بالطريقة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية. أنا ما قابلتش حد، ما حدش إداني دور غير دوري، ما حدش إداني ميعاد قبل ميعادي، ما حدش إداني خدمة أنا ما أقدرش أحصل عليها إلا بتدخل بشري. يعني كل دوت يعني اللي هي المنظومة اللي هي فيها شفافية، فيها بعيد عن كل أنواع الفساد أو الأبواب اللي ممكن تفتحها الفساد. تزن المنظومة هي مش حكومة بس، هي حكومة ومناخ عمل ومستقبل الخدمة اللي هو المواطن، فلازم يبقى كل متكامل، يعني دائرة متكاملة في النهاية. نعم. أنا بشكرك كثيرا أستاذ شريف عبد الباقي كاتب الصحفي المتخصص في الشأن التكنولوجي، عودة مرة أخرى وأخيرة للدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي أنت معي؟ مع حضرتك. دكتور علي؟ مع حضرتك. دكتور علي، إذا كنا نتحدث عن منظومة بهذه القيمة تجمع الجميع في دائرة واحدة، في بأي مردود هي مؤثرة على جذب الاستثمارات؟ إحنا بنرى في الكثير من مناحي الحياة أن العملية التكنولوجية أصبحت بتتحكم، يعني لو بصينا مثلا القطاع السياحي هنجد أن السائح ممكن يدير عملية تجواله وخروجه إلى أي مقصد سياحي عن طريق شبكة الإنترنت وهو قاعد مكانه. إزاي ده بيأثر علينا إحنا في أن إحنا ندخل في هذه الدائرة التي أصبح تواجدها حتمي عالميا؟ إحنا خلينا نقول أن في جزء مرتبط بمحاربة الفساد ومكافحته يتم القضاء عليه بشكل كبير جدا عن طريق استخدام التكنولوجيا. الجزئية الثانية هو تخفيض عدد الساعات أو تخفيض الوقت اللازم لإتمام عديد من العمليات الخاصة باستخراج ورق أو التراخيص أو الموافقات أو خلافه. وإحنا يمكن في مصر ابتدينا نطبق ما يعرف فيه التوقيع الإلكتروني، واحد من أهم العوامل اللي ابتدت تساهم بشكل كبير جدا في تخفيض عدد الساعات اللازمة لبدء المشروع، وده يمكن ساهم في التقرير الخاص بيه ممارسة الأعمال بعد كده اللي بنستهدف إن شاء الله تحسن تصنيفنا الفترة اللي جاية. بنتكلم كمان ازاي ان التحول دوت يقدر ان هو يضخ استثمارات جديده، لان دلوقتي المستثمر بيقارن ما بين دوله واخرى في سهوله
وممارسة الأعمال فيها، وفي أن هو يمكن تنافس بشكل كبير جدا في هذه الجزئية. ويمكن دولة الإمارات لها تجربة ناجحة جدا في هذا الشأن. خلينا نقول أن إزاي برضو نقدر نستفيد منها في قطاع السياحة، إزاي أن أنا أقدر أحارب فيها الروتين بيروقراطية، الرشاوة، غسيل أموال، وعدة أمور أخرى كلها تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة. وتقدر أن هي كمان فكرة التحول دوت يقدر أن هو يوفر على المواطنين الجهد والتعب، زي ما ضيف حضرتك كان بيأكد على جزئية كبار السن وحصوله على مستحقاتهم وخلافه، إزاي أن أنا أقدر أوفر له الخدمة ديت. المستثمر لما بيجي يستثمر في دولة هو بيبص على مناخ الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال في هذه الدولة. أعتقد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية على مصر، أن احنا نقطع فيها خطوات أسرع من كده لدعم الاقتصاد من جانب، وأيضا لدعم جوانب أخرى كالجانب الأمني والجانب الاجتماعي. بالتأكيد دكتور هاني إدريسي أستاذ الاقتصاد، أشكرك كثيرا على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معي. أشكر أيضا ضيفي الكريم أستاذ شريف عبد الباقي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التكنولوجي. ماذا عن رأي الشارع في موضوع حلقة اليوم؟ هذا ما سنوفى نعرضه الآن. طبعا ينعكس بإيجابية، لأن أنت أولا بتعرفي دخل الدولة قد إيه بالضبط، كل داخلك الوارودات المصروفات الإيرادات بتاعتنا. فطبعا شيء طبيعي أن الواحد يبقى عارف إيراد دولته أو دخل دولته، وطبعا بالأرقام. هو ده طبعا هيزيد من الاقتصاد ان هو يسرع من العمليه الانتاجيه، يعني بدل ما مثلا كان من اول شؤون قانونيه او مثلا في الاداره في سجلات ودفاتر وكده، لا كله بقى بالكمبيوتر، فكله اسرع. حتى موظف لما يجي يقعد مثلا مرتبه بدل ما يقف في الدور ويستنى، لا كله مثلا بالفيزا او الكلام ده كله، اكيد اسرع طبعا. والالات والانتاجات دي هتسرع من الانتاج، فهيزيد الاقتصاد طبعا اكيد. يعني هيسهل الناس كل الماموريات بتاعتهم وكل اعمالهم، بدل ما الواحد بيقف في الشبابيك والبتاع كده، بيبقى اسهل حاجه للمواطن. ينعكس هذا التحول الرقمي على المردود الاقتصادي بأن الاقتصاد العشوائي كله اللي هو غير داخل في الضريبة وغير داخل في مكونات الدخل القومي للدولة، ده كله هيدخل في الاقتصاد الرسمي للدولة وفي مجمل دخلها القومي. أولا دلوقتي كل حاجة بقت كمبيوتر، مفيش دلوقتي حاجة اسمها فاتورة أو تروح تدفعي عن طريق الفاتورة أو لا خالص، كله دلوقتي عن طريق النت وعن طريق الفواتير عن طريق الكمبيوتر، ودي طبعا حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بالعكس. دلوقتي الكمبيوتر سهل كل حاجة والإنترنت سهل كل حاجة، بيقرب المسافات، عمل تواصل بين الشعوب من بعضها، بكل الشركات ممكن تستعمل أي شركة، حاجة سريعة بيعمل تواصل سريع، يعني قرب المسافات. انا دلوقتي حتى لما بفكر ان انا ادفع اي حاجه خاصه بفواتير خاصه ليا كنت او التليفون الارضي عندي في البيت، بفكر طبعا في المكنه، هي اسهل طبعا وايسر كتير جدا، بتوفر وقت ومجهود طبعا بالنسبه لنا كتير. يعني انا مثلا مستثمر جاي من بره مثلا، بدل ما هياخد يوم واثنين وثلاثه والكلام ده كله عشان اخلص اوراق وخلص، دلوقتي في خلال ساعات بيخلص. بكم من جديد، دعونا نستقبل المزيد من الآراء من خلال مطالعة الصفحة الإلكترونية على موقع فيسبوك. مصطفى الخواجة: التحول الرقمي وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية يحقق زيادة كفاءة الحصول على موارد الدولة وعدم التأخير وتوفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، وأنا أرى تفعيل الإسراع في تطبيق هذا النظام في جميع قطاعات الدولة لأنه يساعد على القضاء على الرشوة والروتين الزائد. ننتقل إلى وفيق الغامري: التحول الرقمي يتيح سهولة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، التصوير الإلكتروني للمستندات والوثائق والقوانين الحاكمة أصبحت ضرورة حتمية، وتوجد الآن شركات متخصصة يمكن الاستعانة بها في إدخال وتصوير المستندات إلكترونيا. سبقتنا دول عربية في التصوير الإلكتروني الذي يتيح سهولة الاطلاع، سورية الاطلاع لأشخاص معينة والحفاظ على أصول المستندات من التلف والسرقة في حالة التداول اليدوي للأصول. أيمن رمضان الأنصاري: تقليل الروتين، الوسطى، تنظيم آلي حسب لائحة الوطن. أعتقد أنها فاروق أشرف، يعني عبد الكريم، عفوا عبد الكريم فاروق أشرف: التحول الرقمي له بالغ الأهمية للدولة وأحد الآليات للتنظيم
التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، بحيث يمثل الفرد رقم معروف من خلاله يتم دمجه بجميع الخدمات والواجبات والأفراد لتوفير المعلومات ومعرفة وحركة واتجاه حركة رأس المال داخل الدولة وتوجهها الاتجاه الصحيح نحو تنمية ونهوض، وأحد الآليات المهمة في القضاء على التهرب والفساد والاحتكار، وأهم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بسرعة لمحدودي الدخل والفقراء. أنا بتفق جدا مع عبد الكريم في أنه بيحاول المواطنين لأرقام واضحة بتمثل طبيعة الشريحة اللي هو بينتمي إليها، طبيعة دوره في المجتمع، بتوضح كل المعلومات اللي بتخص كل واحد مننا بالأرقام. فدي نقطة شديدة الأهمية في مجتمع اليوم اللي احنا بنحياه. طيب إزاي هنقدر نعمل ده؟ إزاي هنقدر نتحول لهذا المجتمع؟ هل عندنا من الخبرات ما يكفي؟ خلونا نروح بالسؤال لدكتور عصام خليفة، خبير التدريب والموارد البشرية. أهلا بيك يا دكتور عصام. أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور عصام، لما نتكلم عن التحول الرقمي يجب أن يكافئ التحول الرقمي كفاءة بشرية قادرة على هذا التحول. كيف ترى الكفاءة البشرية لدينا وعملية تدريبها في هذه الفترة لتواكب هذه الخطوة الهامة؟ أعتقد أن الكفاءة البشرية قابلة للتدريب. نعم. وحتمية الخطوة هتخلي التدريب سهل. عظيم. يعني في ناس كتير كانت منهم كبير وما بيعرفوش يستخدموا السمارت فون والديجيتال والأشياء الحديثة، اضطروا ان هم يتعلموها لأن دي بقت لغة العصر. احنا بنعيش فترة من أقوى الفترات الانتقالية في تاريخ البشرية، لا تقل في أهميتها عن الانتقال من عصر البخار مثلا أو عصر اكتشاف المعادن، وهي عصر الديجيتال أو العصر الرقمي. يعني هي طفرة من ضمن 4 أو 5 طفرات حدثت في تاريخ البشرية. أنا بتفق مع حضرتك في حتمية التحول الرقمي، متفائل بشأن الخطة التدريبية بتاعته، لأن دايما الحاجة أم الاختراع، وهيبقى في حاجة قوية جدا إن احنا نخلي كل شيء رقمي الفترة اللي جاية. هل الجميع مؤهل لعملية التحول الرقمي؟ دكتور، هل تسمعني؟ دكتور عصام؟ يستطيع أن يتدرب. لكن طبعا شريحة جيل الشباب هتكون أفضل، لأن التعلم في السن الصغيرة بيكون أسهل بكثير. هل جيل الشباب الآن أيضا عملية تأهيله مناسبة بالقدر الكافي، أم أنه يحتاج إلى مزيد من التطوير ونظرة ما على منهجه؟ هو جيل الشباب يطور ذاته بذاته، يعني أنا بعتقد جيل الشباب في انتظار التحول الرقمي. جيل الشباب بيستخدم التحول الرقمي وبيستاء الآن من الغير رقمي. يعني جيل الشباب النهاردة الحاجة اللي ما فيهاش رقمية بتزعجه، فربما يحتاج الجيل المتخصص اللي هيشتغل في عملية التطوير في بناء المشروع هو اللي يحتاج تدريب، لكن المستخدم هيدرب ذاته بذاته، لأن زي ما اتدربنا على استخدام التليفون المحمول، وزي ما اتدربنا على استخدام البريد الإلكتروني، كل الحاجات دي بتأتي بالاحتياج إن هو بيحتاجها فبيستخدمها. نعم، أشكرك كثيرا دكتور عصام خليفة، خبير التدريب والموارد البشرية. أتوجه بالسؤال لدكتور حسن رشاد، الأستاذ المساعد بأكاديمية السادات. أهلا بك يا دكتور حسن. دكتور حسن، مع حضرتك. أهلا بك يا دكتور حسن. يمكن من أصعب الخطوات في عملية التحول الرقمي هي إقناع المواطن العادي بأن هذه الوسائل هي الأكثر أمانا، خاصة مع سماعه عن الجرائم الإلكترونية. كيف يمكن إقناع المواطن بمدى سهولة ويسر هذه الخدمة، وأيضا مدى أمانها بالنسبة له؟ طيب تمام. في البدايه انا بحب اشكر حضرتك وفريق الاعداد على اختيار كل المواضيع الهامه اللي بتهم قطاع عريض من المواطنين. اشكرك. موضوع التحول الرقمي عشان نوصله للمواطن لازم يعرف في البدايه هو ايه التحول الرقمي. بالتاكيد. يعني طبعا هو في البدايه هو التحول الرقمي، طبعا احنا في معظمها دول اوروبيه بدا التعامل كله بيبقى عن طريق الهاتف المحمول، بدأوا يتحولوا للاقتصاد من الاقتصاد التقليدي لاقتصاد المعرفة. نعم. لاقتصاد المعلومات، وبالتالي هو خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية والاستفادة من التقدم التكنولوجي. وبالتالي عشان نعرف المواطن بأهمية التحول الرقمي لازم يعرف هو هيعود عليه بإيه، إيه الفايدة الاقتصادية اللي هتعود على المواطن من التحول نحو التحول الرقمي. نعم. طبعا زي ما قال سيادة الرئيس في مؤتمر أفريقيا وأوروبا بالنمسا، إن هي دي البوابة الذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي.
تشير الدراسات ان التحول نحو التحول الرقمي يسهم في زيادة النمو في الناتج القومي من 10 إلى 15% وده هيعود بالإيجاب على المواطن. نعم. كمان ان التحول من شكل اللي هو الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفة هيؤدي إلى فرص استثمارية ضخمة في كل قطاعات الدولة وبتعود في هيئة فرص عمل للمواطنين. طبعا هيرتقي بمستوى الخدمات الحكومية ورفع نسب الإقبال عليها لأن المواطن هيبقى متاح لي إن هو ياخد الخدمة في 24 ساعة مش أثناء فترات العمل بس. هتوفر النفقات الحكومية في جهد المواطن إنه يروح لغاية المصلحة هو بيقضي مصلحته وهو في البيت، هتوفر في الوقت. وطبعا هنا هيثور السؤال من بعض المواطنين هل الوظائف اللي هي مثلا زي محصل الكهرباء هتتأثر؟ نعم. بالتحول الرقمي؟ لا طبعا، لأن الدولة لديها خطة تحويل أو إعادة هيكلة الموظفين اللي شغالين في هذه الوظائف إلى وظائف أخرى عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لأماكن جديدة. فإحنا هنا بنطمئن المواطن أو الموظف إن التحول نحو التحول الرقمي ده هيبقى لصالحك. فلازم يكون في توعية للمواطنين، توعية للموظفين، عشان هيكون في طبعا تحسين في مستوى كفاءة الأداء الحكومي، هيرفع الفعالية، هيخفض نسبة الخطأ، هيقضي على الروتين، على الفساد، على الرشوة. طبعا هنحارب غسيل الأموال اللي بيهدر أموال كثيرة على الدولة. نعم. تهيئة بيئة زي ما قلت لحضرتك جاذبة للاستثمار، وبالتالي هيكون في فرص عمل كثيرة للمواطنين. من ضمن الحاجات اللي هو تحقيق الشمول المالي طبعا بالتأكيد، نعم، عدد من المواطنين وضم القطاع الرسمي وغير الرسمي. نعم. طبعاً يعني دي كلها طبعا بشكل كبير جدا نقاط قوة بالنسبة لعملية التحول الرقمي. احنا بنتمنى ان احنا نرى آلية تطبيق فعالة واستراتيجية واضحة للحكومة كما اعلنت في عملية التطبيق تضمن سرعة حدوث هذا. انا بشكر حضرتك كثيرا دكتور حسن رشاد استاذ المساعد بأكاديمية السادات على المداخلة وما ابديته من معلومات معنا. مشاهدينا دي كانت اطلالتنا السريعة على ملف اليوم حول عملية التحول الرقمي. بنتمنى ان احنا نجد هذه الآليات مطبقة والاستراتيجية واضحة في الفترة القادمة، وان كانت الحكومة جادة بالفعل تتخذ خطوات حقيقية في هذا المجال على كافة الأصعدة. غدا ان شاء الله ملف جديد، حلقة جديدة، همزة وصل جديدة. شكرا لكم.